غادر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته هذا اليوم المملكه العربيه السعوديه الشقيقه عائدا الى ارض الوطن بعد ان ترأس سموه نيابه عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفد مملكه البحرين الى القمه العربيه الاسلاميه المشتركه غير العاديه بشكل استثنائي التي اقيمت في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة